هذا البيت السيدة هي محمد البقري، تم استهدافه في العدوان الأخير على قطاع غزة. يسكن في البيت 8 أفراد من الأسرة، تم استهدافه في العدوان الأخير، وإحنا يعني مواطنين سلميين لا يوجد لنا مأوى غير هذا البيت، ونحن الآن مشردين ولا يوجد لنا أي سكن إلا الله عز وجل وأهل الخير، ونتمنى من أهل الخير أن ينظروا في عوننا. نحن الآن في هذا البيت المتواضع الذي تم توفيره لهذه الأسرة المستورة التي هدم بيتها هدما كليا خلال العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة. بارك الله في إخواننا في فورماسي ساتو الذين يطلقون هذه الحملة لتوفير بدل إيجار لهذه الأسر التي دمرت بيوتها، ونسأله تعالى أن يوفقهم ويجزيهم خير الجزاء، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بعد هذا العدوان الغاشم والمدمر على أهلنا في قطاع غزة، هذه نماذج من الدمار التي خلفه الاحتلال الصهيوني على أهلنا وعلى البيوت المدنية التي دمرت بالكامل، ما يزيد عن 2000 وحدة سكنية تم تدميرها تدمير كلي، أصبح ساكنيها مشردين لا مأوى لهم. ندعوكم وندعو الشعب الأندونيسي الشقيق بالتبرع للإخوة المشردين الذين هدمت بيوتهم عبر الإخوة في مؤسسة فورماسي ساتو، لتصل هذه التبرعات للإخوة الذين لا مأوى لهم من أهلنا في قطاع غزة، ولتعزيز صمود شعبنا على هذه الأرض وثباته. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.